الله عليك يا شو، الطلة اللي مش على البال ولا على الخاطر دي. اتفضلي اشبكي ايدي في ايدك كده، وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. انا ما صدقتش نفسي لما شفتك بره في الصالة، مندهش من ساعتها. الملط بيضون ينيلك يا واد، النظافة والشياكة اللي انت بعيد فيها دي. سيبك انت، ما هي الدنيا ما بتسيبش الواحد على حاله، مش كده؟ مش لو كنت سمعت كلامي كان زمانك دلوقتي نجمة المحل الأولى وشايلة المحل ده كله على وسطك. عايزنا نرجع زي زمان؟ قول للزمان خلي في عينك حصوة ملح وارجع يا زمان. الله عليك يا سلطانة. سلطانة ينيلك انت لسه فاكر؟ احنا لسه على قديم، حد ينسى سلطانة الطرب وسهيرة قلوب العذارة؟ الأيام دول يا مالت، امبارح شوق والنهاردة رمان. رمانة؟ هي مسمعة للدرجة؟ فشر ولا حد بيسمع عنها حاجة غيرش أنا بس اللي في بيني وبينها طار، وعايزك تجيبهوني من لين عينها. أمورين أمورين يا سلطان، بس أنا مش فاهم تقصدني. بتحوم على واحد يخصني، عايزة أزحها من سكته، شوف لي طريقة. والشخص ده موجود هنا؟ اوعى يكون يا فندينا. عسل بشمع وفي بطرامة منصوبة للق وللقار. كهربا انا من جسل بلبل مفيش ولا ايد طايله بدقت اوه بنت حل وتبردك يا طلا وسخن ابرم برم نعمل فرح يليق بينا يا شفاعة. طبعا يا كبير، دي هتبقى ليلة العمر. عايزك تعزم لي كل المعلمين كبار وصغار، ما تنساش أي حد فيهم. كل المعلمين يا كبير. طب والمعلم هللة؟
معلم هلال ده بقى انت شخصيا لازم تروح له وتقول له المعلم نوح مستنيك وبيقول لك حقك وحق رجالتك في رقبته. أوامرك يا كبير. عاوز منك حاجة تانية يا شفاعة. رقبتي يا كبير. في عيل أمي الأبجية وقال اسمه فتحي فلنكات والتاني اسمه صلاح كفري، عارفهم دول؟ إيه اللي عارفهم؟ دول عيال موزعين قطاع على قد حالهم، مش حملك يا كبير. العيال دي أنا مش عاوز حد يحس بيهم في السوق، ولا حتى عايز حد يعرف أساميهم، كأنهم ما اتولدوش من أساسهم. وبلاش تشغل دماغك يا أخويا، أنا أفتح لك الفتحة التانية. كل شوية تفكرني يا كبير، ده أنا ما بصدق أنسى. اعتبره حصل يا كبير. وعاوزك كمان تمشي ورا براءة زي ضله، وتبلغني أول بأول باللي بيعمله واللي بيقابلهم. براءة تعبني أوي يا كبير. معلش، خليك وراه زي ضله، بس ما تضايقوش، أنت عارفه سريع الطلقات. ها؟ أنت هتقول لي اعتبره حصل يا كبير. مالك يا ست مطر؟ يا اختي عمالك تتلفتي يمين وشمال، هتخلي اللي مش واخدين بالهم يفتكروا ان احنا عاملين عامله ولا حاجه. يو برضه الحذر واجب، الواحده مننا لازم تاخد بالها وتحرس. ليه يا اختي كفالة الشر؟ واحنا يعني داخلين نعمل معصيه ولا حاجه؟ يا بنت مش قصه معصيه، انما الولايه اللي احنا طالعين لها دي ما نعرفهاش، لا عمرنا شفناها ولا كلمناها. اطمني، انا كلمتها وعملت فيها حبيبتها على الاخر، اطمني بقى. وبعدين تروح للراجل صاحب الفرن تقول له يديك الورق اللي قلت له عليه. ماشي، هجيب بجنيه عيش. بجنيه؟ وبعدين فين رغيف اللي كنت سايبه على المكتب امبارح؟ خلوا تتزير بقى. ايه ده؟ اسمعي الكلام. ايه هي؟ يا مين يا مت؟ علي بس، انت قلقانه من ايه؟ انت قلت لي البيت ده بتاع مين؟ مش هوصيكي يا حنطوم، انا مش انا احسن حد يستعوض. ما تخافيش يا حبيبي. ايه ده؟ انت في حد جاي لك ولا ايه؟ تلاقي واحده من حبايبنا زيك كده قصداني، ما تقلقيش. العواف، اكيد انت الست حنطومه، صح ولا انا غلط؟ ايوه يا اختي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك، دي الست مطر اللي حكيت لك عنها. يا اهلا وسهلا يا ست نطره. طب اسيبك انا بقى، سلام. مع السلامة، ابقي طمنين عليكي. مع الف سلامة يا اختي. هي مين الست دي يا خالة؟ حنطوش منطوش طربوش منفوش. الله حي. وشفتهم بعينيك؟ ايوه يا اسيل باشا، وفضلت وراهم لحد ما طلعوا. والبيت ده بتاع مين؟ البيت ده بتاع واحدة مروشة كده رجالة. واخد بالك علي؟ واضح يا فندم ان مشوار حريمي يخص لعبة الدجل والشعوذة بتاع الستات دي. اهو احنا بقى وسط اعمال الدجل والشعوذه دي ممكن نعرف كل حاجه عن البيت ده تحديدا. اكيد طبعا يا فندم. بس يا فندم في حاجه حصلت. حاجه ايه؟ كان في واحده موجوده واول ما شافتهم وصلوا مشيت. والواحده دي انت تعرفها؟ ايوه يا باشا اعرفها، عز المعرفه، من ايام ما كنت براقب افندينا. افندينا؟ ودي مين دي بقى؟ شو مرات ابو سنه. حلو قوي الكلام ده علي. ارجع يا ابني ورا شويه. الحجاب ده تخيطيه في الضرب بخدته. امسكي يا ست نطره، والسائل ده تستحمي بيه مرتين في اليوم، مره الصبح اول ما تصحي والمره التانيه بالليل قبل ما تنامي. وايه الكيس ده كمان؟ دي رمله مبروكه تفركي بيها كعب رجلك. هي كده عامله زي الحجر يا ست نطره. حاجة زي كده يا أختي. يا أختي أنا كعب رجلي زي الفل، مش محتاج يعني، ما تقولي لها يا سوريا. لا ست مطر ما تتوصاش في النظافة، فلة من جوه ومن بره. الحكاية يا أختي ملهاش دعوة بالنظافة. أمال إيه؟ كل ده من كيس الرملة دي؟ الكعب ده هو بربط الفرس، والرملة دي مبروكة. أول ما تفركي بيها كعب رجلك هتلاقي وشك ده قمر 14، والدم بيبج منه زي النافورة. ماشي، هعمل لك كل اللي أنت عايزاه، المهم البال يرتاح وعيش بقى زي بقية الناس. الله!
حنطوش منطوش طربوش منفوش. عليكي في البيت، انت كنتي فين؟ تعالي عايزاكي، تعالي خدي. مش انا عرفت جوزك بيهج كل يوم وبيروح فين وليه مش طايقك ولا عايز يخلف منك؟ بيحب رقاصة. لا هو انا بقولك دوا كحة؟ بقولك رقاصة. معرفش يا اختي بينها عامله له عمل ولا ايه. اتقصت وعرفت، مش انا قلت لك هجيب لك قراره؟ واديني جبته عشان تعرفي ان انا جدعه وبوفي بوعدي. رقاصه واسمها رمانه، وتعرفه من قبل ما يدخل السجن، وبيقولوا يعني ان هم عندهم حكايات بينهم وبين بعض يا اختي ولا الف ليله وليله. ما تخافيش قوي كده يا اختي، هنتصرف، لازم نعمل حاجه ونخلص من البت دي. بس اوعي تقولي لسي خميس اني قلت لك حاجه ولا ابو سنه ده عيني اللي عشتي. انت عارفه ان انا بحبك وخايفه عليكي، وبعدين خير ان تعمل شر ان تلقى. انا حققت في اللي انت قلته وعرفت العيال اللي بتلعب من ورانا ويغشوا البضاعه، وعن قريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الامر ما يخصنيش يا معلم نوح، حقك كان لازم اردهولك، ومن هنا ورايح حصتك هتكون قد غيرك مرتين. متاخر اجاوب يا معلم. يعني ايه يا معلم هلا؟ انت نويت تغير الكار ولا ايه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو اخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر واكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. ايه ايه؟ سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بجاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلا وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل، ما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكه تانيه لمصدر تاني غيرك. لا لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم، وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا؟ وقعد مع كبارات السوق وادى كل واحد فيهم حصته بالعدل، والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح، ما تنساش تسلم لي على الوريث. شفاعة! عمرك يا كبير. نفر مننا برضو يا خال. قبل ما اخش السجن كنت حاسب السوق ده حسبه غلط. كنت حاسب اللي يكسب يعني هو الحريف وخلاص. لا 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 لا، الحسبه ما بقتش كده. اللعبه قلبت جد. والغلطه بقت دفوره. بس انا مش مطمن يا خميس. عمروتي خد بالك، بصالي اللعبه دي عشان عارف ان انا في ظهري رجاله ورايا عزوه وسند. بس النوح مش هيسكت. احنا كده بناخد اللقمه من بقه، وده كلب وقفش في عظمك مش هيسيبها بالساهل. ها وانت لسه قايل الغلطه الوقت بفوره. علشان كده يا خال لازم نعرف اللي بيدور في دماغ النوح، نلغوص جوه افكاره ونجيب مصارين فكره.
انا مش فاهم بالظبط انت ناوي على ايه يا خميس. ده عامل ايه في الجواز يا خير؟ الله، ايه دخل عيشه في ام الخير؟ ايه اللي جاب الجواز للي احنا عايزينه من نوح؟ الله بطمن عليك، عايز اطمن على الخير، عايز اعرف تمام ولا لا يا اخويا؟ مش ولا خلك اسد ولا معلوم اسد، عشان كده متجوز ال ايه الجوازه اللي هي. ايه يا فندينا رسيني، انت ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي على السكه اللي اوصل بيها المصارين النوح. قول لي انك فهمتني. اروح على القهوه اضرب حجرين معسل واقول لك ان انا فهمتك. وراك 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 وراك، مطرح ما تروح وراك. وابتدى ابتدى ابتدى المشوار. هسيبك انا بقى تهزيها، قصدي تدوريها يعني في دماغك، لغايه لما نشوف حل في البت دي. ما احنا لازم نخلص، خطر. هتوحشيني الشويه دول. خلي بالك من نفسك. ابتدى المشوار. يا خراش، انت على طول نطيت لي كده في وشي. يا عم بقى اتنحنح ولا هبهب؟ هبهب؟ اتنحنح وانا داخل اوضتي يا شوق؟ ان شاء الله وانت خارج من على السرير اتنحنح. انت كنت بتعملي ايه جوه يا بت؟ اهو بنطفي نار بعضينا بكلمتين. حكم الوحده على الوحده بلا، ربنا لا يوريك أساه. صوابعك مش زي بعضها يا شوق. بس الخمسة في كف واحد يا عيون شوق، والنسوان زي ما انت عارف غلبة وبتستحمل، لكن لما بتزهق بتهج وبتبقى مش عايزة حد يعرف لها طريق جر. طب واللي نفسه يهج معاها بقى يعمل ايه؟ ها؟ يتوب علينا ربنا. دين عمري يا ابنك راني انا مش عارفني، انا توت مني كرامتي. صراحه يا ست مطر، انت ايدك فرطه قوي في الفلوس. كنت سيبي لي انا حكايه الفلوس دي، انا اتكلم فيها يا اختي. دول عالم ياكلوا مال النبي. مش مهم الفلوس، المهم النتيجه. النتيجه؟ النتيجة مضمونة مية مية، اسأليني أنا، أنا مجربة وعارفة. هما يعني حرقين شوية في الفلوس، بس سرهم إيه باتع. يا أختي أنا الفلوس عندي بالكوم، مش عارفة أوديها فين. وبعدين هي يعني فلوس إيه من غير عيشة؟ ولا أنت شايفة إيه يا سوري؟ عيشة من غير فلوس يا ست مطر زي موت وخراب ديار. شكلك بتحبي الفلوس قوي يا سوريا. الحرمان يا ست مطر، ربنا ما يكتبه على حد أبدا. معلش بس شكلنا كده مش هنختلف. مش هنختلف في ايه يا ست مطر؟ كله بقوانه يا جميل. يلا يا اختي. يلا. قلت لك مش عايزه اطفح، انت ايه البعيده ما بتفهميش؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب، انت كده هتموتي، هتقعي من طولك، انت ما اكلتيش من امبارح. ماليش نفس، نفسي مصدوده مش طايقه الاكل. طب اهدي وبطلي السجاير دي بقى، قطعتي نفسك ونفسي معاكي. انا يعمل فيا كده؟ يقلب الترابيزه في وشه قدام الناس ويقول لي شلبي شيل الزباله دي من هنا؟ انا زبالي يا بيزا؟ انا؟ وهو ايه بقى اسم الله عليه؟ ملاك نازل من السما ناقص له جناحات ويطير؟ هو نسي نفسه؟ نسي نفسه هو ايه؟ وبيشتغل في ايه؟ وبيتاجر في ايه؟ وكان في السجن ليه؟ من قهرته وفرسته يا ابله، ده انت قهرتيه، ده انت قعدتي تقولي رمانه اه، رمانه اه، رمانه اه، رمانه ما بتكدبش ابدا. ولسه وديني لوريه، هخليه يقول حق برقبتي، هعرفه من هي رمانه اللي ما بتكدبش ابدا. والنبي تهدي يا ستي، امان طلعي عليكي تهدي. انا هروح اعمل لك واحد ليمون. ليمون ايه بس؟ اديني نص ولا حبايه من الهباب اللي انت بتديهولي ده. من عينيا يا ابله، من عينيا الاثنين. يلا انجزي يا منيله. عينيا. حاضر يا ابله، حاضر. خدي. مش شايفه يا قلبتي. وديني لوريك يا خميس.
هبلت يا كرامه ولا اتجننتي؟ من امتى وانت بتسالي في حاجات زي كده؟ انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ رقاصه؟ رقصتي ايه؟ انت مين قالك الكلام الفاضي ده؟ اسمعي يا بنت الناس، انا راجل ما بكرهش في حياتي قد السين والجيم، وبيطلبوا معايا عكنانه وقله مزاج، فقصري في ليلتك. اسيبك ليه؟ لا اله الا الله، اسيبك ليه؟ انت عملتي لي ايه وحش عشان اسيبك؟ ولا انا بقى راجل مفتري ووحش بقى؟ مفتري انا؟ امال في ايه؟ ما لو فضلتي على قلقك ده هيخرب عليكي ويخليني اسيبك. اسيبك يا كرامه؟ اسيبك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص نكن بقى كده ونهدى ونقعد في اوضتنا متستتين وهوانا، وبلاش نسيب حد ينخور في دماغنا وما نسمعش من حد. يتوب علينا ربنا. يعني ايه يا باشا؟ يعني اللي سمعته يا نوح. بس ساعتك كده بتهز صورتي في السوق يا باشا. ولا هز صورتك ولا حاجه، انت بتدفع ثمن اللي بيعمله ابنك. الله، وهو كان ابني عمل ايه بس يا باشا؟ واذا كان على غلطته مع خميس احنا دفعنا ثمنها نص المصلحه اللي فاتت، واكتر من كده يبقى كتير قوي يا باشا. الكتير والقليل مش انت اللي تحدده يا نوح. انا كان عشا بيبص لي شويه يا باشا. انا اديتك بدل الفرصه 10 وانت ما عرفتش تستغلها كويس. يا باشا انا كان املي كبير قوي في المصلحه دي، ومع عليك عشمتني ان انا هشيل لوحدي. حكم السوق كده يا نوح، عامل لك ايه؟ وقلتها لك 100 مره قبل كده، مش انا قايل لك انها ما بتدومش لحد؟ سمعتش كلامي، رحت اديت الشغل لابنك وقعدت فيه. يا باشا يا براء قفش السوق وشفر كل ابوابه وقدر في كام سنه يبقى كبير. وشغلانه بير السلم عمل فيها ايه؟ ده كل يوم بيتاخد منكم زبون. يا راجل البرشامه اللي احنا بنجيبها ب 10 جنيه بتتاخد منكم وتطحن وتتخلط وتتباع ب 100 جنيه، وابنك فرحان بكلمه يا معلم، وكل المكسب بيروح لغيركم. لا ما انا ما انا اتصرفت يا باشا وصفيت العيال دي، وبرضه انا محسوبك يا باشا. عشان كده انا قلت لك تيجي هنا يا نوح عشان نتكلم. خلي بالك يا نوح، ولم ابنك بدل ما تلاقي نفسك بره اللعبه. انت فين؟ هو انت كل مره تقطعني كده؟ ايوه انا جوه من بدري. طب يلا استنيك. بنت دي شكلها كده فاتحه الرابع ومش حاممها حد. وهي ما مين يعني؟ دي من الاخر. من الاخر ولا من الاول؟ هتطلع مين يعني ولا بنت مين؟ سيبك منها، انت مش قدها. وانا احب كده اجي كده في الروقان الف لي سجارتين اشرب لي كاسين بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده، في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز اقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفلي انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدق بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه، قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق عار. انت حقك مردود تلت ومتلت وباي تمن. رمانه ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجاله. رمانه ما يوزنهاش الا راجل يسند ظهرها لاجل ما يملى عينيه. اهل قرنا قالوا ادي الجمال وادي الجمال. انت جيت لي وقصد افندينا بس برضه غاوي، والغاوي ينقط. وقلت اني معاك هكسب فوق ما انت متخيله. واديني جيت اهو عشان نتفق. وماله نتفق؟ بس قبل ما نتفق في بقين عايزك تسمعيهم، عشان انا احب الشغل يبقى على نور.
حتى لو سكته ضلمة. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئة وصور لك إنه ينفع إنك تشتغليني ويبقى آخر الحوار ده إنك تسلميني الأفندينة، تبقي خطتي عتبت قبرك وحفرتي بإيديكي. يبقى أنت بتحمرق ومش قد كلامك. أما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنية صافية ونظيفة ومش متعصى غدر، تبقى حطيت رجلك على سلالم الجنة وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعد بإيديك يا رمضان. بقولك إيه يا براء؟ أنت شكلك كده مش مطمن. خلاص لو مش مطمن بلاها ونشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، بس تطلعني من نفوخك خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بنت اقعدي، ايه القفش اللي انت فيه ده؟ اهدي شويه، الكلام اخده وعطى. وانا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحده ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعه كده. ربنا يكفيك شر كسره القلب، والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خليني اسن ضوافري على الاخر. سلامة قلبك يا رمضان. يبقى ليك. طب مش نسمي الأول؟ بسم الله الله أكبر. صباح الفل يا ست مطر، إيه الحلاوة دي كلها؟ تلم يا بيت. والنبي قمر وقشطة، قوليلي استحمتي بالزيت ولا لأ؟ بقولك إيه يا بت يا سوري؟ نعم. هو انت لما كنت بتتجسسي علينا لصالح الحكومه كنت بتاخدي كام؟ ايه لازمته بس الكلام ده يا ست مطر؟ ما احنا خلاص بقى تبنا الى الله. انا بسال بس يعني. عادي يعني، هي الحكومه دي بتدفع حاجه؟ اسمعي يا سوريا، احنا ولايه زي بعض وغلابه، وتيكي شايفه عيشتنا في البيت ده محدش ضامن حاجه، وانت عارفه انا نجيتك من الموت قبل كده، يعني ليه في رقبتك جميلة؟ والنبي شايلها العمر كله يا ست مطر. يعني يا بنت لو طلبت منك حاجة تعمليها؟ طبعا، ودي عايزة كلام، أمور انت بس. ماشي، وانت معايا تكسبي كتير قوي. كم يعني؟ خميس الدنيا. الله يسلمكم يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي كان يهرني وكمان مستصغرين وكمان مستصغرين، وانا اللي كان كاسرني اللي كان قاهرني ويستهلوا بيا وكمان مستصغرين وكمان مستصغرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اخويا شفت عفريت؟ انصرفي. انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ تعالى بص على نفسك في المرايه. مرايه ايه اللي عايزه تبصصيني فيها كل شويه دي؟ انت عامله ايه في المرايه دي يا بت؟ عايزك في كلمتين. مرايه شو؟ وانا كل ما افتح باب الاقيك حاضره. يا اخويا وطي صوتك شويه حتى هيسمعنا. بتوعي اخويا عشان ما توطي حسك كده. اصل من ساعه ما رميت الكلمه اياها في عيني وانا مش عارفه اتكلم على نفسي. والنبي قرصني كده احسن اكون بحلم. ما تلمي الدور يا بنت، لمي الدور وشويه الكلام ده. يعني انت كنت تقصد لما قلت لي عايز تهج؟ انا قلت كده. امي معرفش، دي بيسال الحاجه. فسحي سكه يا بنت، فسحي يا بنت سكه يا عم. انا فسحه اهو، فسحي بنت ورا بدل ما تطب علينا اللي ما بترحمش. لو النبي قال لي فسح، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها يا رب. يتوب علينا ربنا. اللي كان كسرني
بيستقلوا بيا وكمان مستصغريني، كمان مستصغريني. فروما بدران يا استاذ بدران. خلي بالي ايه انت يا استاذ بدران، ما بتتكلمش كتير. ايوه ايوه خير خير، مالك الحقني. مالك اهدي، تعالى شوف النسيبه السوداء اللي وقعت فيها. ايه الحكومه كبست عليكي تاني؟ بس عليك السيره دي تيجي على الصبح كده على الريق تف من بقك. امال ايه اللي جايبك ورا على هنا؟ بنت من البنات اللي عندي، بس دي غير البنات، دي بتجيلي دليفري. ايه الموتوسيكل بتاعها اتسرق؟ بس عليك يا استاذ بالذمه ده وقته. لا بعتها للدكتور بتاعنا الدليفري، اصلها حبل اللي قلتي يسقطها. لسه يا دوب هيبدا، الحكومه كبست عليهم اخذتهم سره واحده. هو انت ما يجيش من وراك الا البلاوي؟ انا ليا غيرك يا بدران. اه بس انا دلوقتي ورايا مواعيد مهمه. مش اهم من البت اللي مستنياك تمد لها ايدك وتنقذها بدران، الحقني. هات ارجع على المكتب، ما تنساش تجيب البطاطايه بتاعت العشاء. يلا يلا بينا. عشان كده علي مهم جدا نعرف الست اللي بيروح لها الستات دول. انت مش مفروض عملت عنها تحريات؟ اسمها حنتومه. حقيقة؟ حنتومه، وشغاله في السحر والدجل والشعوذه والكلام الفاضي اللي سعادتك عارفه ده. طب ما انا هايل هايل جدا كمان. الست دي بقى لازم نلاقي لها سكه نخش لها منها، لان لو عرفنا الستات دول بيروحوا للست دي ليه هنعرف حاجات كتير قوي عنها، وممكن في الحاله دي كمان. ادخل. تمام يا باشا. خير؟ في واحد بره عايز يعمل ساعتك. ما قالش اسمه ايه يا ابني؟ الباشمهندس عبد العزيز ريان. عبد العزيز ريان؟ اه ده ابو الواد شادي بتاع حمله الفيلا. قول له يدخل. تحت امرك يا فندم. اتفضل يا باشمهندس. اسمها ايه؟ حنتومه. تومه؟ انا اسف يا ياسر بيه، بس كان لازم اجي لك. اهلا وسهلا يا باشمهندس، اتفضل. انا اسف بس ابني في خطر ومحتاج مساعدتك. معاه استاذ عايز يخمر شويه. يلا. العمروتي طلب يقابلني النهارده. اكيد عايز يرغي بقى ويلوك في الفرشه اللي فرشتها في السوق. بس خلي بالك يا ابو جمعه، لا كده مكسبنا اقل من تعبنا. بص لقدام يا خال، بص لقدام. احنا لسه في الاول. برضه احنا شرعانين للمكسب، وبعدين العمروتي ده مش مضمون. خميس عنده حق. مكسب السوق أهم من الزيادة اللي خسرناها، والنوح مش هيسكت، هيعمل أي حاجة علشان يرجع تاني. البضاعة دي عشان نبلع بيها السوق لازم تاخد ختم المزاج، والسكة مفتوحة، الناس زهقانة وكفرانة وعايشين في غلب برضه. فالنفر لو هيشتري الحباية دي وهو متأكد إنها هتخرجه من العالم والغم ده وتحطه جو أحلى، هياخدها بمزاج. صح ولا لا؟ هياخدها بمزاج، واللي يتاخد بمزاج عالي الجودة لا يمكن حد يسلاه. ولا يا حاجة؟ طمنتني يا حبيبي. إلهي يحرسك، إلهي يرزقك كمان وكمان. بركة فيك يا عسل. خدت الدواء؟ خدته يا حبيبي. ربنا ما يحرمكم من بعض ويديم المحبة بيننا يا رب. آمين يا رب. دوق. دي خلطة جديدة؟ آه. حلو، بس ما تخمرهاش زيادة، خلاص كفاية كده. توجيهاتك يا فندينا. أنا عملت بنصيحتك وجبت لنا المصحة عشان يتعالج، كان كويس قوي في الأول، وفي ليلة جات له أزمة ما بقاش قادر ياخد نفسه، كان هيروح فيها. حطوه على جهاز التنفس لحد ما فاق. الدكاترة قالوا إيه؟ قالوا إن دي أعراض صحية، ده معناه إن سموم الحبوب بتخرج من الجسم. طب ما ده شيء كويس، معنى كده انه ابتدى يستجيب وهيبطل. المصيبه انه في ليله تانية الممرضه لقت معاها شريط ترامادول كان مخبيه، بس ايديها ورجليها علشان ما تقولش رفضت، صار عليها وضربها وكان هيموتها. الشريط ده جاله منين؟ معرفش، لكن المشكله بدات تجيله نوبات سرعه، وانا خايف انه يوصل لمرحله التفكير في الانتحار. باشمهندس، اشمعنى فكرت فيا دلوقتي؟ عشان الاتفاق اللي بينا، قلت يمكن لما يشوفك يخاف منك ويعمل لك حساب ويستجيب للعلاج. يا
ازيك يا شادي؟ ايه؟ تحاول تفتكرني؟ انت ايه اللي جابك؟ هتصدقني لو قلت لك ان جاي اطمن عليك؟ اطمن عليا ولا تلبسني تهمه تاني؟ بابا جالك واتفق معاك مش كده؟ شادي، تعرف انا ليه سبتك يومها؟ عشان حسيتك غير العيال اللي اتقبض عليهم دول كلهم. حسيتك موجود من باب الفراغ او من باب التفاريح، لكن اللي صدمني بجد اني اكتشفت انك شبههم قوي. انتوا ليه مش قادرين تصدقوا اني حاولت ابطل واني بكره نفسي وانا باخد؟ رجعت له ليه؟ رجعت له ليه؟ عشان كنت هموت. حسيت ان روحي بتنسحب مني وقلبي هيقف ونفسي مكتوم. كان لازم اخد حبايه واتنين عشان ما اموتش. شايف بقى ان الحل انك تستمر في الحكايه دي على طول، مش كده؟ بدل ما اوصل للمحطه اللي بعديها اسرق ابويا عشان يجيب اللي عوضني. وايه بقى هي المحطه اللي بعديها؟ انا لو ما لقيتش ترامادول مفيش حاجه ممكن تظبط دماغي، والبديل الوحيد اللي مستنيني الهيروين. يا نهار اسود، هيروين؟ هيروين يا شادي؟ انا هخش اقرا المحضر واحاول اشوف لها سكه اخرجها بيها قبل ما يرحلوا على النيابه. ايوه ينوبك ثواب. بس الحكايه دي فيها ارشينات زياده يا مسامي. مش مشكله، كله على حسابهم وكله على النوطه. اسمها ايه؟ هي اللي مرميه هناك دي. شوف مكلبشينها ازاي، كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟